وأنت تتجول وسط مدينة تلمسان، تمتع ناظريك بجمال عاصمة الزيانيين. بين ذاك العمران الفريد تقف تلك القلعة شامخة بأحجارها المتراصة لتحكي لنا تاريخ حضارة مرت من هنا. المشمر هي من ضمن المواقع والمعالم الأثرية المهمة بتلمسان، وهذا نظرا لقيمتها التاريخية والأثرية. تبلغ مساحة قلعة المشور بحوالي 4 هكتارات، تم تشييدها في خلال القرن 13. أكثر ما يميز قصر المشور هو وجود أجنحة مختلفة للملوك، فيه جناح بني من الرخام لتخفيف درجة الحرارة صيفا، بينما بنيت غرف أخرى بالحجارة، وهذا للحفاظ عليها دافئة شتاء. للقصر مسجد خاص صومعته بستة أقواس، وهذا دليل على أنه خصص من أجل السلاطين للصلاة فيه من غيرهم. كما شهد القصر عدة عمليات ترميم حتى يبقى شاهدا على الحضارة الزيانية التي مرت من هنا. ما يخفاش علينا بأن قلعة المشور استفادت من عدة عمليات ترميم، وهذا إن يدل على شيء فإنه يدل على حرص الدولة الجزائرية على الاهتمام بالمواقع والمعالم التاريخية والأثرية. لتبقى قلعة المشور قبلة سياحية تاريخية تستهوي السياح القادمون من مختلف المناطق.